الهلالي قادم من تركيا. يحضر معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية سيد كريم الهلالي. سي كريم مرحبا بك. مرحبا بك سي لطفي، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. عودة ميمونة لتونس وألف مبروك ليك وكرة اليد التونسية. انتخاب سي كريم الهلالي عضو في المكتب التنفيذي وأمين مال الكونفدرالية المتوسطية لكرة اليد المدة النيابية 2024-2028. تحكي لنا على المؤتمر الانتخابي وما قيمة هذا الانتخاب وأنك تكون موجود عضو في الكونفدرالية هذه. شوف، الكونفدرالية المتوسطية لكرة اليد هي هيكل دولي هام. احنا تونس كنا من مؤسسين نتاعو عن طريق المرحوم رفيق خواجه الله يرحمه. الله يرحمه. هذا فضاء متوسط يجمع بلدان البحر الابيض المتوسط العريقه في كره اليد، معناتها في كل الدول العريقه في كره اليد، فرنسا، اسبانيا، كرواتيا، صربيا، مونتينيغرو، تونس طبعا، مصر، البرتغال، اي غيرهم عديد الدول. جراند ناسيون في كره اليد. كل الدول الكبيره. وهذا الفضاء مخصص ل يعني مسابقات منتخبات الشبان، ركزنا على الشبان باش نعطيهم فرصه للتلاقي. كل عام تصير دورتين في الذكور وفي الاناث. عملنا وكنا استضفنا بطوله النسخه السابقه في منادي البطوله نظمناها في تونس، وهذيك اشاره لعوده تونس لهذه لهذا الفضاء اللي غبنا عليه في السنوات الاخيره. بكل اسف ما عادش نمشي وما عادش نشاركوا، وهذا خلينا نفقدوا مكانتنا وخاصة نفقدوا فرصة لتكوين أبنائنا. جاء المؤتمر الانتخابي هذا، طبعا نحن ما نجموش نكونوا بعاد على هذا، على التسيير في هذا الهيكل اللي مارسنا فيه كما قلت عن سرافيق وغيره، والله يرحمه سي مهدي وسي مراد، دونك ترشحنا للانتخابات هذية والحمد لله توفقنا باش خذينا المنصب الرئيسي هذية. ثقة في تونس وفي الإدارات التونسية، كما قلت تونس من مؤسسي هذا الفضاء، وإن شاء الله الحمد لله معناتها توفقنا في هذه المهمة. وهذا زاد الحقيقة نجم نقول أنا معناتها جيت في وقتها، بس نسكتوا شوية فهم معناتها ونسكتوا شوية ناس اللي قاعدة تتكلم معناتها، وخاصة بعد الحادثة اللي صارت في تونس الحقيقة معناتها اليوم رسالة واضحة. العالم التونسي كان خفاق في أنقرة في بطولة متوسطية حضروا 14 دولة، كان العالم التونسي موجود، وهذا اللي نحبوه الدرابو نتاعنا، درابو تونس العزيزة ديما يرفرف. يرفرف معناتها لازم فقط نقراو شوية القوانين، معناتها الحقيقة معناتها اللي صار في المسبح ولا كذا ما نحبش نرجع معناتها ما حقو صار. ثم أمور معناتها ما تجمعتها الاتحاد الدولي هذية والهيكل الدولي راي تحترم الدول، تحترم الدول، تحترم سيادة الدول. هو من تحصيل الحاصل، هو من تحصيل الحاصل، ونحن ما نحبوش زاد كذلك. سي كريم سامحني نقاطعك لهنا، انه درابو التونسي ترمى على القاع، راهو فما نبعدوا على القوانين وتفاصيل القوانين، لكن هات نبدا واضحين، نحكي نبدا فوالا نحكي منا ومنا، راهو اللي يهمني لهنا كان درابو التونسي يهمنا لهنا كالناس الكل، يعني وقت اللي يرجع هذا اللي يهمنا، ومساله القوانين راهي مساله وقت غير ديجا، حتى في غضون اسبوعين انه سيرفع العقوبه على تونس. نوضح انا قريت راهو المراسله تاع وكاله حمايه المنشطات. احنا مانيش نحكيو توا على القرار، راهو مش نحكيو على انتخابك انت في العضو ك ك ك ك ك ك في المكتب التنفيذي وامين مال الكونفدراليه المتوسطيه، وهذا يخلينا نفخروا انه تونس تكون موجوده بالكفاءات نتاعنا، انه هذا ديما ينفع صالح العام الرياضه التونسيه. راهو عندنا كفاءات فوالا اليد معناتها، وكره اليد موجوده ومحترمه على الصعيد الدولي، وإحنا موجودين سواء في المكتب التنفيذي في بالمنصب هذايا، نجموش ناخذ حويجه ان شاء الله في القريب العاجل. ان شاء الله ان شاء الله، كما قلت لك احنا بمجرد عودتنا عام الجاي عملنا ولخذينا البطوله المتوسطيه نظمناها في تونس، شاركت فيها 14 دوله و15 دوله، كانت بطوله ناجحه جدا. اكيد اكيد باش نستضيفوا بطولات الكونفدراليه المتوسطيه في قادم الاعوام، ممكن يزرب السنة القادمة هم باش يحلوا باب الترشحات أو المسابقات تاع 2025، نحن باش نكونوا يعني مترشحين لاستضافة إحدى بطولات البطولات نتاع
الكونفدراليه. واحنا ما نكون يعني كان فرحانين انه سي كريم الهلالي يكون موجود عضو في المكتب التنفيذي، واكيد هذا مش يرجع بالنفع لكره اليد التونسيه. شكرا سي لطفي، بارك الله فيك. اكيد يرجع بالنفع على كره اليد التونسيه، لانه هدايا كما قلت لك فيه يعني الكونفدراليه تضم اعتى دول كره اليد في العالم تقريبا موجوده في هذه الكونفدراليه. مهم جدا ان يكون عندنا كرسي البارح الدكتور حسن مصطفى، وجاله بالتحيه بالمناسبه، هو بنفسه اشرف على انتخابات هذا الكونفدراليه للاهميه اللي يعطيه، وبيده من مؤسسين الهيكل هدايا يعني حضر بنفسه تنقل انقره واشرف بنفسه على الانتخابات وعلى كل شيء. يعطيك الصحه سي كريم، ما كانتش الامور بسهله، لكن ما سمعت شويه تعليقات مع دعبات ما فيديو فما شكون حتى مع بلد شقيق مع تخسر الانتخابات البارح، يعني كانت الامور جديه برشا وحضرنا لها والحمد لله. معناتها كما قلت سمع تونس ولين كنت ما قلت لك على من المؤسسين تاع الهيكل ان شاء الله من نجاح النجاح كره اليد التونسيه. يعطيك الصحه، كنت معانا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه.